باقي شويات. اللهم يا رب العالمين انك تهدي ابو سلطان يا رب العالمين، وتجعل ابو سلطان يوم يجينا المره الجايه يعطيني 1000 نقطه. يا رب ان ابو سلطان يوم يجينا المره الجايه يعطيني 1000 نقطه. يا الله يا رب انت تخلي نومي خفيف، ما زنغ ما قوم الا العصر. يا الله يا رب نقوم بدري الظهر. يا الله يا رب انك تسخر لي ابو سلطان يعطيني 1000 نقطه. ويا الله اذا جلالي والاكرام انك توفقني تحقق لي امنياتي، ترزقني بر في والديني وجني بر فيهم، وترزقني من حيث لا احتسب. وانك يا رب العالمين تجعلني يا ذا الجلال والاكرام اني اكون يعني مشهور، وانك توفقني وتحقق لي امنياتي، وانك ترزقني يا ذا الجلال والاكرام. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين. اي صح اكون بعد اخوي ابو سلطان. والله يا ابو سلطان اني احبك، الله اني احبك يا ابو سلطان. بس عاد الحياه كذا يعني، ما شاء الله تبارك الله، مو من باب يعني انك يعني تخصم علينا وكذا، لا والله والله اني احبك حب كذا من الله سبحانه وتعالى. حي والله عينك ابو سلطان. لا لا ان شاء الله باذن الله اذا جيت ان شاء الله انك ما تخصم علي ولا شيء. سبحان الله يوم دعيت ذاك النهار المره الاولى اذكر كنت اسوي حط غدا وذا وادعي اقول يا رب انه قول امين يا رب تهدي ابو سلطان يعطيني 10000 نقطه، ويعطيني 300 نقطه. انا ذا المره بقول 20000 نقطه عشان تعطيني 600، فهمت يعني زود هذا يعني. استغفر الله تبارك الله، استغفر الله تبارك الله، استغفر الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم. بلا تطيح يا مالك.